وصل صوتك. باش نحكيو على الكتاب اسمه بونتي ديفين لوم كي نا با سو اتر بريزيدون، ويحكي على سيد المنصف المرزوقي. معنا مؤلف الكتاب هذا زميلنا نزار بهلول، مدير ومؤسس موقع بزنس نيوز. مرحبا بك نزار. مرحبا نوفل. مرحبا يا اوديتور مزيك. كل عام وانت حي بخير. ساعه سنين دائما. دونك الكتاب هذا نعاودوا اسمه بونتي ديفين، العنوان دونك والتصويره صادر عن دار بولونيا اديسيون، موجود في المكتبات الكل. دونك كتاب هذا يحكي خلينا نقولوا اول مره اليوم تكتب، معناتها هذه ثقافه جديده قاعدين احنا بشوي بشوي تكتب كتاب على رئيس وهو مازال رئيس، معناتها مازال يمارس في الرئاسه نتاعو. بون باش نقول لك عليه ما صبرتش حتى لينيوفا، حتى حد ما يعرف وقتاش باش توفى، معناتها الموندا عندك الحق. ممكن لو كان صبرت شويه نزار بهلول راهو يزيد يكبر الكتاب، معناتها كل نهار يتعدى، معناتها فما صفحه صفحتين في الكتاب. اما شنو اللي جاب لك؟ هل انت في مخك فكره الكتاب، ولا الشيء اللي ريته من رئاسه الجمهوريه هو اللي خلاك تقرر تكتب الكتاب اللي هي اول مره معناتها عاده يتكتبوا لبرا، كيما فرنسا نوترامي بن علي، ولا اللي كتبوا على ملك المغرب، ولا يكتبوا على زير اليوم في تونس وكتاب على رئيس تونسي حاجة إيجابية، ولكن شنو يخليك تكتب الكتاب نزار؟ النوادر نتاع رئيس الجمهورية كل ما تعديش أسبوع من غير ما تجينا نادرة. دونك عنده عامين في السلطة، وكل ريغوليرمون فما نوادر نتاع رئيس الجمهورية اللي يحكيوا عليهم في راديوات، في التلفاز، في الصحف المطبوعة والإلكترونية. جينا مره باش نعملوا ريفيو نتاع النوادر نلقاوهم ما يتحطوش فيه. هذه هي اللي يقول لك عمل الغلط ما يكتب كتاب. اكزاكتومون، عمل الغلط ما يكتب كتاب، غلط حسب رأينا، خاطر فما ممكن غلط يرام هو رئيس الجمهوريه يرامهمش غلط، كيما طرد سفير سوريا اللي هو كان ديجا خارج البلاد. هو يراها ماهيش غلطه، احنا نراوها غلطه. دونك لميتهم بالغلطه بالغلطه، جاو 45 شابيتر، 45 شابيتر فيهم النوادر نتاع ديجا كي نقراهم. علاش كونسي جوريديك فتح المولدي؟ معناتها تحسب شنو اللي باش يترفع عليك قضايا، شنو اللي لا فهمني معناتها؟ لا ما حسبتهاش من ناحيه القضايا. اول مره كتاب انا نراه في الكونسي جوريديك. فما تحسبا من القضايا من بعد، لكن فما ان بوان اللي انا شديت فيه صحيح باش نعملوا معناها توتولون تاع الكتاب، اللي ما نجبدش على لي رومور وشنو يقولوا في الكلوارات، وهو قالوا عليه هكا، وهو الحرس الرئاسي راهو قالوا شافوا في القصر كذا، ولا يخرج مع فلان يخرج مع فلتان، مع فلانه بلوتو. حبيت كان لي في بوبليك الحاجات اللي خرجوا في الصحف، اللي خرجوا في الراديوات، اللي خرجوا في التلفز. فما كاريكاتير عماد بن حميده اللي هو في الكاريكاتير خارج من عند حماس. هذيك لي كاريكاتور نتاع عماد بن حميده. نحكي لك انا على التكست، لي كاريكاتور كاريكاتوريست حر ما يعمل. شنو الكاريكاتور يا اخي؟ هو ماخذ سباس ليبر، ما مربوط بكتابك معناها. لا اعطيته سباس ليبر. وانت تتحمل المسؤوليه نتاع اللي تكتب. لا ما نسبقوش الشر، احنا خاطر الرئيس وانت حكيت عليه قرر باش ما يقاضي حتى حد، معناتها هذا اللي قالوا معناها. مرة مش يسال سي طاهر بالحسين ولا زميلنا زهير الجيس ونقول لهم الكلام هذا ما ظهرليش كان ما قاضى حتى حد، مي لا ني با البروبليم. دونك شديت في الكتاب اللي ما نجدو كان على اللي في بيبليك اللي صاروا اللي موثقين. داير فما برشا حاجات كيما كلمه بونتي ديفين وقت قالها في قطر على زميلنا ناجي الزعيري نتاع موزايك موثقه بالفيديو. دونك هذيك باش نحطوها من بعد على الانترنت. عطيت الافوكا فتحي المولدي مش يشوف اسكو بعدت على هاك السطر هذاك ولا لا. دونك اسكو فما حاجه تطيح تحت طاية القانون ولا لا. ما نحبش يكون فما تهكم على رئيس الجمهوريه على شخص منصف مرزوقي، ما جبت كان على الرئيس وافعاله، ومن بعد القارئ هو يحكم وحده معناها الفعل هذا باهي الفعل هذا خايب. كنت تنجم تسمي كتابك هاي نندبهم محطوطه هنا ندبهم محطوطه في قوله تعادل بونتي ديفين في معناتها. فما شكون نقول كيفاش القائد الاعلى اليوم للقوات المسلحه يقول هنا ندبهم، معناتها حاجه تنجم تعبر على برشا. قالها في الوطنيه واحد هنا ندبهم. انت قلت في كتابك اني فتحي المولدي قال نجح انه يكون ان بريزيدون با كوم لي زوتر، معناتها كيما كان يتمنى كان رئيس مش كيما الرؤساء الاخرين الكل، معناتها تعتبر انه معناتها شخصيه المنصف مرزوق اللي هو قال من الاول انا باش نحطم الاصنام نتاع الرئيس المقدس. هل ترى انه معناتها حطمها اكثر من لازم؟ هل ترى انه معناتها يقصد حكايه كيما ذيك ولا ماشيه بتلقائيه الحكايه؟ معناتها يقصد الصوره هذه؟ لا ما ظهرليش كان يقصد الصوره هذه، مستحيل مش يكون كان يقصد الصوره هذه. اذا نرجعوا راهو قبل 2011 مصف مرزوقي سي اون تري غون فيغور، سيتي ان سامبول. كنا نشوفوه افيك ادميراسيون.
ما كناش نعرفوه بالكدا، كان في المهجر ما كانش منفي راهو، معناها ني تي با اون اكزيل في فرنسا، كان في المهجر. بون كنا نقراو له، نقراو الكتابات نتاعو، il y avait de l'admiration. وقت جاء عام في جانفي 2011 il y avait de l'espoir معاه. ومن بعد جاك الديسكور نتاع الكراهيه اللي عطاه هو وعطاه جماعته، خاصه في السي بي ار، مثال روف عيادي وسهام بادي وعدنان منصور ما كانش معاه، خلطت من بعد هذاك، خلطت خلوط محمد عبو. كل الديسكور نتاع الكراهيه اللي فرق التوانسه، اللي قسم التوانسه، هذوما ازلام، هذوما اسلاميين، هذوما لايكين، هذوما لايكين متطرفين، هذه كلمه نتاع رئيس الجمهوريه. لو فيت اللي ما عادش يحترم حقوق الانسان، وقت جبد لنا هو على المشانق في قطر، ما ولو الكلمه ما قالها في سياق معين، لكن الكلمه ما تتقالش من عند انسان يحترم حقوق الانسان. يحمد ربي على المشانق. ولكن انت قلت في بدايه كتابك انه المنصف المرزوقي كانت عنده كل الدلائل انه باش يكون رئيس استثنائي، كان عنده ماضي، كان رئيس استثنائي، ماضي توانسه يحترموه، كان عنده دعم الاسلاميين، كان عنده دعم الغربيين، معناتها كانت كل شيء موفر باش يعدي فتره استثنائيه في الجانب الايجابي. ولكن شنو اللي صار؟ اللي صار جوستومون ما نجحش، والكتاب هذا يوري علاش ما نجحش. 45 شابيتر يوريو النوادر نتاع رئيس الجمهوريه علاش جوستومون ما نجحش في الميسيون هذه، معناها مالغري لومبلور دو لا سامباتي اللي كانت عنده من عند اللايكيين والفرنكوفونيين والاسلاميين، ومالغري سا ما نجحش. 45 شابيتر يوريو علاش. انت تحكي حكيت حتى على المظهر، معناتها قلت في صفحه 17 سون كوستيم فريبي، معناتها البينس اللي نحاه، معناتها يظهر لنا رئيس دوله الناس يقولوا علاش ما يبداش لابس مضخم، معناتها باش ما نمشيوش راهو للشعبويه نتاع التقشف، راهي ميزانيه رئاسه الدوله حسب الرايد الرسمي ماشيه وتزيد، معناتها ميزانيه الرئاسه اليوم اكثر ميزانيه وقت من علي، دونك مش حكايه تقشف. المستشارين نتاع الرئيس يقولوا من المفروض اي مستشار يصلح تصرفات رئيسه، هذوما يبرروا الاخطاء نتاع الرئيس، معناتها كل ما يلقي سيد موسى مرزوقي كي يمشي باش يقول في قفصه باش نعطيكم 20% من الفوسفات، هذه قلتها، ولا يرتكب اخطاء من نوع، هما يخرجوا باش يبرروا مش داخلين يحاولوا يصلحوا. هل تعتقد انه ينجم يكون ضحيه مستشاريه رئيس الجمهوريه؟ اعتقد ذلك، خاطر المستشارين نتاعهم شكون هو؟ اسونسيلمون عدنان منصور. عدنان منصور ركب في الترين ومخر، جاي بيان ابخي، جاي بعد الانتخابات، ما كانش مع المنصف مرزوقي قبل، ما كناش نسمعوا عليه جمله معناها. عماد الدايمي كان معاه ومن المستشارين، لكن هل هو مستشار كفء؟ معناها نشوفوا شنو هي كانت خدمته عماد الدايمي كي كان في باريس، اسكو ينجم يكون مستشار؟ اسكو عنده ثقافه سياسيه ولا ما ظهرليش لابروف دو موان، نحكم على حسب الريزولتا فينال. طارق كحلاوي اللي حطه في الانستيتيو دي زيتيود ستراتيجيك، اسكو ينجم يكون هو كفء؟ هما هذوما الكل مالوغوزمون ما كانوش، هذوما الكل ديجا كي يخرجوا يعملوا بوليميك، هما اصلا في حاجه انه يحسنوا صورتهم في الاعلام شويه. فما زوز من الناس اللي انا نراهم كانوا يكونوا صالحين ويعاونوا رئيس الجمهوريه، مالوغوزمون لي زيكو اللي جاونا على رئيس الجمهوريه اللي هو انسان تيتو الاخر ما يسمعش، اللي هما عزيز كريشان وهادي بن عباس، كانوا ينجموا يصلحوه بالكدا، كانوا ينجموا يعاونوه، مي لو كورون اسلاميست في وسط النهضه عند عماد الدامي والكحلاوي ومنصر غلبوا العقلاء نتاع السي بي ار اللي هما هادي بن عباس اللي وخرج، وعزيز كريشان اللي هو ما ظهرليش كان باش يقعد برشا. اي جوستومون عزيز كريشان كان هنايا توا جمعتين قال عنده مشكله نتاع كوم الرئيس واعترف بها نزار. اليوم مثلا محاكمه كلايبي بتجي اللي تم منع الصحفيين والحقوقيين من دخولها، نزار معناتها تعرف اللي بخلاف معناتها انت قلت تاريخه الحقوقي، فانه شهدت معناتها 22 شهر ولا قداش باش يراسيو في الاخر، باش يقعدوا في التاريخ اللي اكثر فتره شهدوا فيها محاكمات مع حقوقيين وغيره. هاي سيرين تحاول تعمل لنا بيلون صغير للرئيس الحقوقي سيد منصف مرزوقي. محمد المنصف المرزوقي ناشط حقوقي ناضل ضد نظام بن علي ودافع على حقوق الانسان. اتاكدوهم منا لتستعملوها لمصالحكم الخاصه، نريد تاميم الشرطه، نريد تاميم الجيش، نريد تاميم كل هذا ليعود في مصلحه الشعب. والرد جاء اليوم من الشارع، واريد ان احيي الابطال الذين اعتصموا امام مركز القمع ورمز القمع في تونس الذي هو وزاره الداخليه، وشعارهم هو اعتصام اعتصام الى سقوط النظام. نعم تقعد 2014 حاجه بدك تمشي اليوم، اليوم قبل الغدوه، باش نجموا نعاودوا نبنيو هالبلاد، باش نستناو 3 سنوات احنا في القمع والفساد والكذب.
بعد 14 جون في 2011 رجع المنصف المرزوقي لتونس، وفي 12 ديسمبر 2011 انتخبوا المجلس التأسيسي رئيس للجمهورية. ومنسيش باش يذكرنا في كل مرة في خطاباته إنه حقوقي ويدافع على حقوق الإنسان. أن تكون صاحب القرار مرأة أو رجل، المهم هي السياسات المتبعة. أنا كمناضل حقوق الإنسان لا أفرق بين ذكر وأنثى، وبالتالي أقول أنني مع 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 أن يكون هناك في الحكومة نصف رجال نصف نساء. منصف المرزوقي نظريا حقوقي مناضل يؤمن بحقوق الإنسان، لكن على أرض الواقع حصيلة الانتهاكات لحقوق الإنسان تعد ثقيلة. في 21 شهر تولى فيهم المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، سجلنا إضرابات جوع وصلت إلى حد الوفاة، اغتيالات، تعذيب، اعتداءات، فنانين، سياسيين، مثقفين، صحفيين في السجن، 108 صحفي تم الاعتداء عليهم، أكثر من 30 صحفي تم إحالتهم على القضاء، نصر الدين بن سعيدة، مراد الحرزي، زياد الهيلي، أيوب المسعودي، مدير عام ومدير تحرير إذاعة مزيك، سفيان بن فرحات، صابر المكشف، فناني راب في السجن بسبب أغنية، محاكمة زوز شبان في مدينة كيبس ينتميوا لحركة الزويولة الفنية جرافيتي خاطر صوروا على حيط، محمد البختي وبشير القلي توفوا في السجن بعد إضراب جوع وحشي بسبب احتجاجهم على إيقافهم، وفاة المواطن عبد الرؤوف الخميسي في منطقة الأمن سيدي حسين في ظروف غامضة، تصفية لجنود وأمنيين أثناء تأدية واجبهم، اغتيالات سياسية في أقل من 6 أشهر، حصيلة ثقيلة. لا داعي للخوف. من ناشط حقوقي إلى رئيس جمهورية، يبدو أنه على أرض الواقع برشا حاجات تتغير. محمد المنصف المرزوقي وقت اللي ولا رئيس جمهورية أكيد لقى روحه ملزوم باش ينحي جبهة الناشط الحقوقي. أنا أطمئنكم، تونس بخير في يد أمينة، بخير في يد أمينة، بخير في يد أمينة. دونك نحكي على كتاب بونتي ديفين، معنا نزار بهلول في الصفحة 149، لي دروا دو لوم بافوي. تقريبا حكيت في نفس السياق هذا، معناتها كان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اللي برشا قالوا في أنا ظروف زاد كان رئيس، ولكن اليوم فما بينهم باش يقعد للتاريخ. أنت حكيت عليه الموضوع هذا، حكيت عليه، جبت لي برينسيبو في كيما اللي كنت تحكي عليهم سيرين، لي برينسيبو في اللي صاروا تحت رئيس الجمهوريه منصف مرزوقي منذ توليه الرئاسه. دونك فما على بشير نقول لي مختار محمد بختي اللي توفى الله يرحمهم، غازي البيجي وجابر الماجري اللي تحكموا 7 سنين، واحد منهم مازال في الحبس. كيفاش حكي على جابر الماجري اللي هو اليون سيكوريتي في الحبس، رابور ولد الكانز اللي تحكم مرتين، نصر الدين السهيلي، مراد محرزي، سامي الفهري اللي قعد فوق العام في الحبس، ماهر مناعي اللي تحكم عليه بالاعدام ظلما، وجابوا لي بروف نتاع اللي هو تحكم عليه ظلم في كتاب شهير خدمه كتبه سامي غربال وألفة الرياحي، ومشيوا للرئيس الجمهورية وطلبوا أنه أعفاه وما أعفاهش. برشا بليزيوغ في اللي وحتى الغاء حكم العدام ما نجمش ناحية على خاطره عامل تواطؤ اونتر كيمي مع الاسلاميين، والاسلاميين ما يقبلوش انه يتنحى حكم العدام من تونس بالطبع. في حين كان ينجم مثلا حكايه الطفل اللي حكموا عليه وظهر بريء كان ينجم يستعملها، يقول لك خوفا من اني نظلم حتى شخص برك نعتمه بالغلط، ينجم يلغيه به. دونك الاخطاء لا تحصى ولا تعد اليوم مازالوا الاخطاء، بيسكو الجمعة اللي فاتت طفلة صغيرة عمرها 19 سنة حكمت عليها سيام بعدين مشيت شكيت بها. ثلاثة شهور حبس. مفاوضات من أجل تولي رئاسة الجمهورية، 17,000 صوت و763، دونك فما اللي يقول 7,000 فما اللي 14,000، دونك هذوما الأصوات اللي تحصل عليهم عن ولاية نابل. بعد مفاوضات طويلة قلت باش وصل معناتها شد رئيس، ماذا تقصد بمفاوضات طويلة؟ فوض طويلة وقتها معنا هذا قاعدة من 23 أكتوبر حتى ديسمبر مش تفاهموا لي منصف مرزوق يكون رئيس. وقت الإشاعات كانت تقول اللي نهضة تفاهمت مع باجي القايد سبسي مش يشد هو الرئاسة في الفترة الانتقالية هذه. دونك البداية بالأخطاء معناتها من أول حوار لي في صحيفة فرنسية وقت حكي على العقلية الاستعمارية، أول زيارة عملها ليبيا معناتها ما غزرش للاستراتيجية متاع مصالح تونس مثلا الجزائر أهم ولا ليبيا، ومن بعد الكلام اللي نرفز علينا الجزيرية. قلت من بين أخطاء وتعيينه لفريق ضخم من المستشارين في ديوان وأغلبهم ليست لهم الخبرة السياسية، يوم 4 فيفري قرر طرد السفير السوري دون أن يعلم أن السفير لم يتم اعتماده رسميا معناتها
ولأنه قائم بالأعمال. في فيفري 2012 تدخل في الخلاف بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الكبرى ودعا للإسراع باستكمال الاتحاد المغاربي، معناتها اللي هي معناتها كلام لغة نعرفوها مش باش تصير، معناتها متناسي معناتها المشاكل في تونس. أنت قلت أنه رئيس الجمهورية قوته في انه يمتص الصدمات المشاكل في تونس، وحكيت حكيت شكري بالعيد يمتص الصدمات من خلال الكلام على المشاكل البرة، معناتها هذه مفتعله ولا فما التزام بالحق في المشاكل البرة؟ كيفاش تراها؟ ما دخلتش الاناليز ديتايي دو بيرسوناج، جو مسوي ليميتي او في هذوما. فعلا حكايه شكري بالعيد الغضب تم امتصاصه للشوك ابسوربي، قال اسبوع فقط بعد ما مات شكري بالعيد معناها، وفي نفس اليوم تخرج انترفيو على فيه كيفاش الشوك ابسوربي وهو لاهي بكوريا الشماليه، وقتها هو يعارك في كوريا الشماليه كيفاش التجربه النوويه. سيدي شوز اللي توا كي نرجعوا لهم معناها بعد عام ما تصدقوش، سي بور سا حطيتهم في كتاب باش نذكروهم علاش مصطفى مرزوقي اليوم عنده هالايماج هذيا اللي تقال عليه كلمه طرطور في لي ريزو سوسيو، وصلت خرجت حتى في الاي اف بي. علاش الكتاب هذا يفسر علاش جوستومون حكيت الابسوربي مصطلح ما ينجمش يقول اعلام عار وبدلوا لي التيرم، معناتها انسان يقول لك امتصصنا الغضب جمعة بعد ما مات شكري، دونك وقت اللي مات شكري كان الهدف نتاعو كيفاه نقعد رئيس، مش شكون اللي قتل ولا غيره، معناتها يظهر لي واضحة لهنا. خطأ آخر 16 ديسمبر قرار بيع القصور الرئاسية وتخصيص عائداتها لفئة العاطلين عن العمل دون أن يعلم القصور معناتها لا يمكن بيعها، دونك حاجة معناتها وجمعتين بعد بيع زوز طيارات نتاع الرئاسة قالوا لكم ما تبيعوش، قالوا لك اعلن في التلفزه اللي هما تباعوا ديجا وعطى حتى المونطون نتاع البيع، قالوا لك هي ما صارتش حكايه 61 مليون دولار اي، لكن مشؤول في وقتها الخطوط التونسيه كذب واعلن وسائل الاعلام انه لم يتم تحديد ثمن الطائره. دونك حكيت الداعيه المصري وجدي غنيم اللي قال تدخل ضمن حريه التعبير، الكلاسة والصابات نهار 1 مارس 2012 دونك المثال الشهير اللي ومن غاديك خرجت كلمة طرطور في الفيسبوك. ومن بعد ما تم طرد بغدادي محمودي خرجت في الايف بي. دونك حكيت عن الريبورتاج اللي اعاده سمير وافي قناه حنبال في قصر قرطاج وتوقيت بث حصه صراحه راحه يتزامن مع في حوار مع وطني مع راجل الغنوشي وموجه غضب داخل حركه النهضه، لانه جبد الاهتمامات جبد الاودينس الكل. هي ليميسيون وقت نتاع سمير الوافي كي اون ايميسيون اكسيلونت بارابور لو بوبليك سيبلي بار سمير الوافي، ليميسيون تتعدى نهار السبت ونهار الخميس بريفو على الوطنيه مش يعديو راشد الغنوشي وخطاب نتاع راشد الغنوشي، يجي هو يقدم ليميسيون نتاعو وخذا الاودينس الكل معناها خذا الاودينس الكل وعمل ضربات خايبين برشا في ليميسيون هذيك للحلفاء وفي النهضه معناها نوتامون حمادي الجبيلي معناها عطاه بليزيور عطاه ضربات خايبين برشا بدا وقتها في الكومباني الكتورال نتاعو ظاهره. سي اون استراتيجي تلقاها في لي بريزيدونسيابل في فرنسا سي اكزاكتومون لا ميم استراتيجي. ثم حكيت على البغدادي المحمودي، حكيت على معناتها حكايه صخر الماتري، حكيت على اقاله محافظ البنك المركزي. قد ما تحكي معناتها ما فماش حاجات ايجابيه يعملهم رئيس الدوله مصطفى مرزوقي. شوف سالني واحد من سي بي ار البارح عطيته الكتاب قال لي شبيك ما تونا اكسي كو على نيجاتيف، قلت له ترى اعطيني حاجه بوزيتيف. سكت وما قاليش شيء ما لقاش جواب. هذه دو ان دو دو انا كصحفي وكمؤلف الكتاب حر باش نكتب على الحاجات البيه ولا الحاجات الخايبه، وفما غوفليكس انت كي تمشي للانكار تلقى 99 ترين وخلطوا في الوقت وواحد خلط مخر مش تحكي على الترين اللي خلط مخر. انا جي اكسي على الاخطاء ومهمش شويه 45 معناها واضح، لكن عندك دي في بوزيتيف نوفر فكرني فيهم انا. ما نعرفش موضوع الشهاده الطبيه ومطالبته بشهاده طبيه شنو حكيت عليه؟ كما قلت لك قبيله قعدت على اللي في بيبليك معناها الحاجات اللي خرجوا في الجرايد ما دخلش شويه فما في الكتاب ساعات تعلمنا من مصادر اي معناتها حكيت شويه من مصادر كل خاصه في الكتاب مش اللي في برك بيبليك نذكر جينيرالمون سي اللي في بيبليك 99% سي اللي في بيبليك. في حكايه الشهاده الطبيه تكلمت على عمر اصحابه اللي هو وقتها طلب منه مش يعطي الشهاده الطبيه، مي انا ما حبيتش نجبد عليها على خاطر لوجنا حابين في جريدتنا حابين نعملوا اون اكسبيرتيز بسيكاتريك ولي بسيكاتر الكل رفضوا يعني دونك وحطيتها في الكتاب اللي هما رفضوا معناها.
مي ما نجمش نتكلم على الشهاده الطبيه ولا جون بي با بوردي لاسبي هذا واحنا ما عندناش وثيق. كيما قلت لك ما تعرفتش للشخص، تعرفت الرئيس الجمهوريه. ما لقيتش طبيب نفسي مهبود ينجم يعمل الحكايه يصدم معناتها على الحكايه. مش حكايه يصدم، هي سي كونتخيغ على الديونتولوجي ميديكال، دونك هما عندهم الديونتولوجي نتاعهم الطب، دونك هما يحترموها، وانا ما يساعدنيش نذكر طبيب ما يحترمش الديونتولوجي. حكيت على انه رئيس مش قاعد يعمل في حد شيء، حكيت على المحاضرات اللي قام في معهد العالم العربي في باريس، على الجزيره هنا، على الكتاب اللي عمله واللي كان تميز بانه لا حدث، كما يقولوا هذه أسوأ حاجه تنجم تصيب كتاب، معناتها حتى النقد ما تنقدش برشا. دونك في الاخر ما تراش اللي نحملوا فيه احيانا في حاجات يصير هو ما كانش ينجم يعمل حد شيء. كان جي ما ينجم يعمل حتى شيء، كان رئيس جمهوري ما ينجم يعمل حتى شيء، ماهيش بقعته. معناها يسو دوا دو سورتيغ. فما حاجات برشا حاجات كان ينجم يعملهم بهين، وذكرت شنو كان ينجم يعمل به. كان ينجم يكون هو سفير المنتوج التونسي، سفير الشركات التونسيه. معناها انت كان تخرج للخارج وتعاون الشركات التونسيه والمصانع التونسيه مش يبيعوا المنتوجات نتاعهم، وهذا ما عملوش. خاصه عنده سمعه باهيه في فرنسا في الاوروب معناتها. اكزاكتومون، عنده سمعه اكسترودينير لليوم، راهي مازالت السمعه هذه الباهيه. مشى للجابون، مشى في عوض مش يبيع السياحه التونسيه، مشى يسد بالسياحه التونسيه، وقال راهو ما عادش يلزمنا نعملوا سياحه شواطئ ولا حاجه من النوع هذا. دونك فما برشا حاجات كان ينجم يعملهم به بالرغم الصلوحيات المحدوده نتاعو ما عملهمش. واضح. دونك الحكايه هذه نتاع الكتاب، كيفاش تتوقع ردود الفعل الرسميه؟ هل بعث نسخه لسياده رئيس الجمهوريه ولا؟ باغ كوريكسيون بعثت له من قبل ما يخرج، بعثت له نهار الاثنين الصباح. دونك هو يخرج نهار الخميس وخرج اليوم الكتاب، بعثت له من نهار الاثنين باغ كوريكسيون افيك اون ليتر دو كوروزير الرئيس الجمهوريه. بون ما جاوبنيش، مانيش نستنى فيه باش يجاوبني، مي انا ما حبيتش يعلم اللي فما كتاب باش يخرج عليه عن طريق الجرايد ولا الفيسبوك. حبيته يعلم عن طريق لي سيرفيس نتاعو. اسكو عدنان منصر وصل له الكتاب ولا ما نعرفش. ما نجم يكون رده فعله ايجابيه، خاطر ورانا مرات ما حاجه ايجابيه انه يقبل معناتها، وقال انا نقبل انه عباد ينقدوني وحتى يشتموني باش تكون حريه تعبير. بون صاروا زوز غلط، يبدو انه المستشارين نتاع زوز قضايا صار، ولكن ينجم يقبل الكلام كيما هكا. هو فما دو بوان، فما سا سانسكري سون اكتيف اللي ديجا تحت موسى مرزوقي كتاب كيما هكا ينجم يخرج. معناها هذه قبل شيء ما نجموش نحلموا به. كانوا الكتب اللي يخرجوا على بن علي قبل كنا نحبسوا بهم تحت البلوزون مخبينهم وكل. دونك اليوم لفات اللي يخرج كتاب ويتباع في المكتبة التونسية سي ديجا ان اكسبلور. هذا بروميي بوان. دوزيام بوان، هذا اول كتاب يخرج على منصف مرزوقي، اول مره يكتب عليه كتاب في بالي. اول مره يكتب عليه كتاب حسب ظني، اول مره يكتب، اول مره يكتب عليه كتاب، واول مره يكتب كتاب على رئيس تونسي هو قاعد يحكم عليه. اسويفر بوتيتر، ما فهمتش انت قبيله قلت شوف الكتاب انا كملته في جوي قبل ما يموت المرحوم محمد البراهمي. بعد ما مات وقفت شويه، وبعد كل يوم تزيد حاجه، كل يوم فما ان ابيزود يتزيد. معناها اكتوبر معناها سي بوكليت باش نعطيه للناشر، وزدت الابيزود نتاع جابر المجري كيفاش قال اللي هو ليون سيكوريتي في الحبس. معناها الكتاب مش باش يشوف. دونك ان سارتان مومون يلزمك توقف، ساشون كو ما نعرفوش عليه وقتاش باش يخرج، بيسكو هو الموندا اوفيسيال نتاعو في عام في اكتوبر 2012 وقاعد عام كامل من بعد، ما نعرفش عليه قداش وقتاش باش يخرج. ما ظهرليش كان النوادر نتاعو مش يشوف. دونك خليت الباب محلول. مش واضح. دونك الكتاب اسمه بونتي دي في لوم كي با سو اتر بريزيدون لنزار بهلول. اول كتاب تكتبو نزار؟ اول كتاب نكتبو، اول كتاب نزار بهلول جورناليست ديريكتور فونداتور بزنس نيوز. دونك الكتاب هذا يعني يبان كانك قاعد تقوم فيه برشا سخريه، ما انت تحكي في وقائع. لا كل يعني وقائع، ما فيش سخريه. شنو تصنفوا الكتاب؟ كوميدي؟ لا ما نجمش نصنفوا كوميدي. سيرة ذاتية شنو؟ سي اون بارتي دو باركور نتاع رئيس الجمهورية التونسي من ديسمبر 2011 لاكتوبر 2013. مش كتاب تاريخي.